أمام مسجد الحسين وخارج خان الخليل صاخبة مليئة بالحركة. فبعد الصلاة يسعى الناس إلى قضاء حاجاتهم من بيع وشراء، وعم عبد المتعال يحرس الخان ويجلس على بابه منذ زمن بعيد. عم محمد السيد الخيام يقول: خان الخليلي غني عن التعريف، لكن يمكن تحبوا تعرفوا انه زمان كان قريب من هنا قصر اسمه القصر الشرقي الكبير، كان بينزل فيه خلفاء الدولة الفاطمية، وكانت قدامه ساحة بيدفنوا فيها الناس العظماء. ولما جت الدولة الأيوبية كان فيها واحد اسمه مسرور الخادم من أتباع صلاح الدين الأيوب، حب إنه يعمل إصلاحات، فهدم القبور وعمل مكانها خان أو وكالة كان بيجيها التجار من كل الدول. ومسرور خصص دخل الخان لفقراء بيت الله الحرام. بعد كده جه واحد اسمه الخليلي وأضاف خان إلى خان مسرور، وتركزت التجارة كلها في إيده، وتعرف المكان باسمه، اتعرف باسم خان الخليلي لحد النهاردة. فعجبت فقد كانت معلومات عم عبد المتعال صحيحة تماما. والتقط أيوب يوسف الفنان الصغير عين الكاميرا، فهو فنان يستحق الرعاية، ينحت من سن الفيل أو من عجينة من البلاستيك تشبه العاج تماثيل فرعونية قديمة، قطعا فنية للشطرنج أو تماثيل حيوانات للزينة. أما محمد عبد السلام فهو يفخر بأنه يحفر على النحاس منذ 28 عاما، ويضيف أنه يفعل ذلك عن دراسة وعلم، فقد تخرج في مدرسة الصنايع وورث الفن عن أبيه، ولكنه لم يكتفي بذلك، ويقول إنه قريبا جدا سترون كرسيين ومنضدتين صغيرتين تجلس عليهما ابنتاي لتتعلما مبادئ الصنعة من جديد. وهذه الأجداث من السبح لو وزعت على سكان القاهرة لزادت عليهم، والسبح لا تذوب ويتوارثها الابن عن الأب عن الجد. ومع ذلك فهناك مصنع لا يتوقف ولا يكل أصحابه من صناعة القطع التي تذكر عليها أسماء الله الحسنى، ويتم كذلك صنع المكاحل وبعض خرزات العقود. وفي هذا البيت الصغير العتيق الذي لا بد وأنه كان استراحة لأحد التجار الوافدين من بعيد، في هذا البيت الذي يضج بالحركة الدائبة الصامتة يخرج لنا مهرة الصناع أعمالا فنية من الأطباق الخشبية المطعمة بالعاج والصدف. هذا قليل من كثير مما تحويه هذه السوق الغنية بالفن، حيث يغريك كل ما فيها بالشراء،